أعاني من إعاقة حركية كاملة تقريبا، والحمد لله رب العالمين ما يعني ما كانت عائق لنا على أساس أن أسعى وأن أطور من نفسي. يعني اشتغلت على ذاتي وطورت مهاراتي الذاتية وغيره، فبعدها توجهت لي ورشة النجارة من باب حبي يعني لهذا الجانب اللي هو التصنيع وغيره. صعوبات تواجهني بشكل مستمر بحكم حالتي أنا وضع صحي، على أساس أن أنا ما أحصل دائما شخص أنه يوديني ويجيبني على أساس يوصلني لموقع العمل أو موقع الورشة. هذا أحد صعوبات أخرى مثلا يعني أحيانا يكون عندي أعطال في الكرسي وهذه الأمور. برامج التصميم بداية الأمر استخدمت الأرت كام 2018، فواجهت صعوبة من ناحية أن أنا ما أعرف لا أساسا، أنا كنت أتعلم أشوف مقاطع فيديو وكذا في اليوتيوب. بعدها جلست أبحث حصلت اللي هو برنامج الأرت كام قديم 2008، بس كانت فيه شروحات باللغة العربية وغيره، والحمد لله تيسرت الأمور. اشتغلنا برامج ثانية مثل إسباير والأرت كام الأوتوكاد أشياء كثيرة، والحمد لله رب العالمين الأمور ماشية.